حالم الباكي. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه. اسطوره الغناء الخالده العندليب الاسمر عبد الحليم علي شبانه اتولد في قريه الحلوات بمحافظه الشرقيه يوم 21 يونيو سنة 1929، وفي يوم ولادته اتوفت والدته، وقبل ما يتم عامه الأول توفى والده. أنا ما شفتش والدتي خالص. يا سلام. يعني والدتي توفت في ولادتي. موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي. اتخرج حليم من معهد الموسيقى العربية سنة 1948، واشتغل لمدة 4 سنين مدرس للموسيقى. سنة 1952 قدم حليم أولى أغنياته، وهي أغنية صفينة مرة، لكن الجمهور في الوقت ده رفض الأغنية بشدة لأنها كانت بتمثل نوع جديد من الغناء. وتروح الفكرة وتيجي الفكرة، وتروح الفكرة تيجي الفكرة، وانت ناسيني كده بالمرة، صفيني مرة وجافيني في حينها. قد كده بسيطة وقد كده ممكن اي حد يقولها. طب العكس ده، انا فتحت مجال للاصوات الهادية، الاصوات الحساسة اللي لازم تاخد فرصتها، وخدت فرصتها. انا كهدف من اهداف عملي كمطرب ان انا كنت ابسط الاداء مع ادوش. لكنه عاد تاني حليم وقدمها وحققت نجاح كبير جدا. حضرات السادة المشاهدين، اخواني من المواطنات والمواطنين الذين حضروا الليلة كي يشتركوا معنا في أعياد الثورة العظيمة، أردت في هذه الليلة أن أقدم برنامجا حافلا كاملا بعظماء الفنانين والفنانات، بيد أنني بجواري شاب مغمور لا أعرفه، ألح علي إلحاحا شديدا أن يحتفل معكم في هذا العيد السعيد، ورجاني إلى درجة أنني اقتنعت أن هذا الشاب طموح ويتحتم علي أن أهيئ له الجو والوسيلة. ولقد سألت أعضاء الأوركسترا والموسيقيين إذا كانوا يعرفون شيئا عن هذا الفتى المجهول الذي لا أعرفه، فرد 4 أو 5 منهم، وكان عددهم 150 فردا موسيقيا، وقالوا نعم نعرف. وها أنا ذا أقدم هذا الفرد على مسؤوليته، شاعرا من أعماق نفسي أن طموحه سيلاقي منكم النجاح والإقبال. دي الجملة يا فندم اللي سيادتك قدمت بيها عبد الحليم حافظ من حوالي 24 سنة بمناسبة احتفالات الثورة. ده صحيح، كنت بلاحظ وجود شاب واقف جنب الكواليس في المرتح. أنا من عادتي ما أحبش أي مخلوق يكون موجود في المرتح ما دام العمل قائم، وان وجوده بين الكواليس امر مزعج، لا ربما يبص بدماغه ولا حاجه ويشوفوه المتفرجين. فدائما كنت اذكره واقول له انت يا ابني اتفضل ابعد شويه ادخل لجوه، فبكل ادب وتواضع ينكمش ويتراجع عن الكواليس. وتوالى هذا الامر كل ليله، في الاخر قلت له انت بتعمل هنا ايه؟ انت عاوز ايه؟ انت صفتك ايه؟ ففاجئ بكل ذوق وادب جم ورقة، أنا مطرب مبتدئ. قلت له أنت مطرب؟ قال لي أيوه أنا مطرب مبتدئ، وبتعرف تغني أغاني في الحفلات؟ طيب وجاي هنا يا عبد الحليم تتفرج؟ قال لا، لو كنت أقدر بس أشترك ولو في أغنية بسيطة صغيرة. قلت له مش معقول، ده موجود فريد الأطرش وصباح والأستاذ عبد الوهاب وغيره وغيره من عظماء وفحول مع باقرة الفنانين، إزاي بس أديك فرصة أنت انك تخش في الصدور يا ابني؟ البرنامج حافل ومليان وما فيش اي زياده للمستذين. فكان ينكمش ويسكت، لكنه زهقني لدرجه اني قلت لوجيه اباظه الله يمسيه بالخير،
يا أستاذ وليد ده إيه ده؟ أقول ده بقى كفاية حقيقي كل ليلة كده. لكن فجأة في ليلة من الليالي كنا منتظرين الفنانة الكبيرة صباح، وكان صباح لها نمرتها الساعة 11 تماما، وكان عليها أن تكون في الموعد، وأنا كنت شديد جدا في تحديد المواعيد عشان يسير البرنامج المسيرة الطبيعية والجمهور يبقى مندمج. فضرب التليفون قالت أنا موجودة في استوديو مصر وتحتم علي أني أتأخر 10 دقائق. 10 دقائق إزاي؟ يا مدام صباح ده مش ممكن. قالت مش قادر، فاضل لي مشهد واحد ولازم أخلصه. ألحت إلحاح شديد وما يمكنش إقناعها. طب نعمل إزاي؟ أنا تحير، أختار مين؟ أبص حوالي ما فيش إلا أوركستر واقف كله حوالي 150 عازف موجودين على المسرح وما فيش حد موجود حواليه. فضلت أبص، فجأة أنا واقع نظري على الشاب دائما. قلت له أنت تعرف طول حاجة؟ قال لي أيوه. قلت له تعرف إيه؟ قال لي على قد الشوق. أنا ما سمعتهاش أبدا. قلت له على قد الشوق إيه؟ وبصيت للأوركسترا قلت له حد منكم يعرف غنوة على قد الشوق دي؟ 4 5 من ضمنهم واحد عازف ضربوك أفتكر. قال أيوه إحنا عارفين الحكاية. قلت له طيب. طيب يا ابني أمر لله، ربنا يوفقك. وطلعت للجمهور علشان أتحاشى التوقف في العرض، وقدمته بالصورة اللي قلت عليها، وتقدم عبد الحليم حافظ وغنى أغنية على قد الشوق. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل دل. نبتدي ببداية عبد الحليم حافظ السيد. هو أنا ابتديت فيلمين، فيلم لحن الوفاء، وده كان بطولة مدام شادية، وفيلم عيالنا الحلوة كان مع مدام فاتن أستاذ عمر الشريف والأستاذ أحمد رمزي، والفيلمين تقريبا اتعرضوا في وقت واحد، وكنا كلنا ستارز جداد، ولأول مرة بيطلع في السينما، يعني كان تلميذ فعلا في سن التلميذ يمثل مجموعة مع بعض. كنت جداد مجموعة مع بعض، كانت أفلام يعني مش بطالة. لكن قدرت تصور في فيلمين مرة واحدة في البداية بالشكل؟ في البداية ما أنا ما كنتش تعبان. بقوم بيبصوني ساعة 5 يدوني شاي وغصب من عني ساعة 5 الطوارئ فوق، وبعدين أنام تاني، وبعدين يقوم يصحوني ساعة 6 ونص يكسروني، وبعدين بعد كده طبعا ما يجيليش نوم خالص، وأفضل قاعد مستني يجيلي الدكتور الصبح يكشفوا عليا وكله، وبعدين بعد كده أهوت أفضل طول النهار قاعد في المستشفى في الجليل. يعني الظهر بنزل أتمشى في الشمس في الجليلة شوية كده أهوت، بقالي يومين بتمشى. عندك وكام؟ المستشفى إن شاء الله يوم الخميس. ده وبتنام بدري؟ أنا بنام الساعة 8. اتعلمت النوم بدري يعني؟ لازم. طب اسمع عبد الحليم، معاك راديو؟ معايا راديو، بسمع القاهرة وبسمعك. وبتسمع القاهرة واضحة؟ واضحة وكويسة. طيب تحب البرنامج يوصل سلامك لحد؟ أرجوك يوصل سلامي لكل الناس، والله كل الناس يعني لإخواتي ولكل الأصدقاء ولكل الجمهور الحبيب. ها؟ علمهم كل الناس بتسأل عليك ومنتظرين رجوعك بالسلامة. ربنا يخليهم، ربنا ما يحرمنيش منهم أبدا، يعني أنا حسيت إن دعاهم كان معايا دايما. كنتي بنت اختي جنبي بنباتهم. شوف ان دراستك واتجاهك كان للموسيقى وبعد كده احترفت الغنى، يا ترى ما فكرتش السنين الطويله ديت انك تلحن؟ لا، لانه مش معنى ان الواحد يدرس الموسيقى انه لازم يكون ملحن، لانه التلحين موهبه تانية خالص غير الغنى، وغير يعني طبعا بيعتمد على الدراسه لحد ما، لكن لازم تكون فيه موهبه التلحين، وانا ما عنديش موهبه التلحين. ساهم في نجاح حليم التعاون اللي كان موجود مع مجموعه كبيره من الشباب كان بيختارهم بعنايه، زي بليغ حمدي ومحمد حمزه وكمال الطويل. تعاون برضه عبد الحليم مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. جنبنا وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب
بص شوف حليم بيعمل ايه، ولا بص شوف فايزة بتعمل ايه، ولا بص شوف وردة بتعمل ايه، بنبقى فرحانين مبسوطين. وده غلط، ده غلط. المفروض ان انا كنت اقف، انا ما عملتش حاجة، انا اللي بعمله ده واجب عليا نحو فني ونحو بلدي ونحو جمهوري اللي بحترمه. انت راجل ليك شهرتك وحواليك المعجبين، ما صادفتش في حياتك اللي تخليك او تجبرك على الجواز؟ اصل هو الجواز مش مسألة اجبار، الحقيقة مسألة الجواز خليك تفكر في الجواز، يعني الجواز مسألة اختيار ومسألة اتفاء ومسألة تجاوب في التفكير، بصرف النظر عن نوعية الجمال يعني. ولا شفتوا باين ازاي بيشتغل، ازاي بيتعب، ازاي بيناضل من اجل ان هو يعمل فنه بشكل جيد جدا، بتدقيق بمعاناة. شفته مثلا هو بيمثل لابس قميص نص كم وكده وفي عز الشتاء وهيموت من البرد، مستنوا لما المطرة تقف شوية عشان يغني. مهما كان صعوبات ما كانش مهم إلا إنه بيعمل حاجة كويسة. كان عنده شيء بيألمه بيحاول يعبر عنه، يعني أغاني العاطفية أو الأغاني اللي كان بيصرخ فيها فعلا يحس الألم، وكأنه بيقول للناس يعني ما تتألموش، الألم شيء. يوم الأربع 30 مارس سنة 1977 توفى عبد الحليم حافظ في لندن، وكان السبب الأساسي في وفاته نقل دم ملوث بفيروس سي، بالإضافة لإصابته بتليف في الكبد بسبب مرض البلهارسيا. تم تشييع جثمان عبد الحليم حافظ في جنازة مهيبة، كان جمهوره كله حزين لدرجة ان في بعض الفتيات انتحروا لفراق العندليب. وداع يا دنيا الهنا، وداع يا حب يا أحلام، ده عمري جرحي أنا، أنا أطول من الأيام. تلقينا نكبة فنية وفجيعة أليمة بفقدنا المطرب العاطفي الكبير المرحوم عبد الحليم حافظ، وطلب مني التلفزيون الكويتي اني اسجل مشاعري، لكن ما افتكرش ان في كلمات هقدر اعبر بها عن فجعتي وفجيعة الفن بفقدان عبد الحليم حافظ. قبل كده فقدنا سيدة الغناء ثم فريد الأطرش، ثلاث كواكب نجوم أعتقد إن الزمن مش ممكن هيجود علينا بأمثالهم. مش هقدر أقول ولا أعبر عن إحساسي ومشاعري، لأن الفجيعة كانت أليمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل فنان وبالنسبة للشعب العربي المحب لعبد الحليم حافظ. شفته في العمل ازاي بيحترم نفسه، ازاي بيحترم عمله، ازاي بيتفانى علشان يعتصر كل احاسيسه ومشاعره في سبيل اسعادنا. الفنان عبد الحليم حافظ خساره كبيره لملايين العرب،
كل اللي نرجوه ان كل واحد فينا يفتكر قد ايه الفنان الفقيد عبد الحليم حافظ اداله لحظات سعاده، ازاي جمل الدنيا في نظره. اذا افتكر دوت نرجو انه يقرا على روح الفتح. الحقيقه بكرر انه موقف مؤلم وصعب اني ارسي الصديق والزميل والفنان الكبير عبد الحليم حافظ. عبد الحليم الله يرحمه كان وافي جدا وكان طيب وكان مخلص يعني وكان ملتزم في صداقاته وفي جميع علاقاته. وكان متهيألي بيضحي كتير يعني بيضحي بنفسه كإنسان في مقابل صورته كفنان. بعد مرور 35 سنة هيفضل عبد الحليم حافظ فتى الرومانسية الأول في حياتنا، الصوت والإحساس اللي بيجسد كل معاني الحب في كل الأزمان من أوائل الخمسينات ولحد النهاردة وبكرة كمان. دور الزمن بينا يغير لون ليالينا، دور الزمن بينا يغير لون ليالينا، بنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس.